السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند قناتي غوصة فاصيل. اليوم راني غادي ندير معكم كرواسة ديال الطون وديال جومبو دانت. تابعوا معايا التحضير نفس المقادير. واش غادي نحتاجو في هاد الكرواسة؟ لا كريم من هاد الماركة هادي. غادي نجيب واحد الإناء، غادي نبقى نخلط فيه الخليط. بسم الله. ثلاثة ديال القطع ديال الفرماج لاباش كيري. غادي ندير الطون ديال الزيت، غادي نخلط، غادي ندير معاهم جوج معالق ديال الفرماج، غادي نجيب القطع ديال الفرماج اللي كنديرو به كوت مسيو، غادي نقسمو بحال هكا، غادي نجيب ثلاثة د المربعات ديال الجومبو، غادي نقطعهم حتى هما على أربعة، وغادي نديرهم مع الفرماج هكا. غادي نجيب الورقة، غادي نقطعها على أربعة ونزيد نقطعها، غادي ندير 16 قطعة، غادي نجيب هذاك الفرماج اللي قطعت وهذاك الجومبو اللي قطعت، صافي نبقى نطرهم على لاباك ديالي هكا نمشي حتى نكمل. حدا خليتها غير بالفرماج، تقدروا ديروها غير بالفرماج، المهم عندكم الاختيار باش ما بغيتو تعمروا عمرها. غادي نجيب واحد واحد المول اللي غادي نحط فيه الكرواسة ديالي، وغادي نجيب واحد القطيب بحال هكا وندقب به باش الفرماج ما يخرج. دروك راني غادي نمشي ندير الكرواسة ديال الطون، تابعوا معايا. عندي لاكريم بحال هذا فهاد الماركة اللي درت في الخليط، ثاني لاكريم هذا عندكم الاختيار، الا ما وجد لكمش هذا ديروا بلا كريم، غير بهذاك لاكريم فريش ثقيل. حتى نعمر لاباط ديالي كامله عاد نحط عليها هذاك الخليط. ها جبت الخليط ودرك غادي نبقى نديرو هنا، غادي نبقى نحط عليه الفرماج كما هكا. دروكي غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه الكرواسة ديالي، صافي هكا غادي نستمر هكا حتى نكمل، ومنين نكمل غادي نديرهم هنا في هذا المول، وغادي نديرهم في الفران يطيب هكا. دروك راني غادي نشعل الفران، نديرو على 180 درجة، نخليهم يطيبو مدة 15 دقيقة حتى 20 دقيقة. غادي نجيب واحد الكوردون هكا نتقبهم باش ما يخرجش الفرماج، نجيب واحد البيضة غادي نقلع الصفر وندير معاه جوج معالق ديال الحليب، ونبقى ندهن الكرواسة ديالي كاملة.
وغادي ندير فوق منهم جنجلان، وشي وحدين ندير فوق منهم الفرماج. هاني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. بسلام عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.